أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي. وضيفنا متواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي، اللي يتحفنا كل يوم من مكتبته وما تحتويه من درر ومن شغلات يعني تردنا لماضينا الجميل. مساك الله بالخير أبو غازي. مساك النور يا فهد، حياك الله، وأنا سعيد بتواجدي معاك اليوم. الله يحييك ويبجيك. أنا أشوف صورة الكابتن، أنا أحب الكابتن أنيق. أنيق، كابتن أنيق، كابتن صراحة ستايله يعني ما هو موجود من ضمن اللاعبين. وهو يذكرني بفهد يعني، وحتى يعني بعض الأخوان يعلق على شاف صورة الكابتن حسين محمد، يقول من أبطال أفلام السينما المصرية أبيض وأسود. أنا شو أقول؟ أنا أسميه حسين فهمي، مو حسين محمد. لا قبل. إيه أدري، بس أنا حسين أباظة. لا بس الكابتن أبو محمد حسين محمد المسي عليه بالخير، كابتن صراحة هادي في الملعب، وكابتن مثل النسمة. لاعب شامل. لاعب شامل. جولتشي دفاع هجوم. كل شيء لعب. تبي بعد؟ كل شيء لعب. يعني هذا فعلًا الجوكر، يعني أي مدرب يحتاج لاعب مثل كابتن حسين محمد. أكيد معك. أكيد. نشوف الرياضي استخدمه في أي موقف. هذه طال عمرك الرياضي، الخميس 1/7 عام 1976. حسين محمد طبعاً صورة جميلة الغلاف. صورة الكابتن حسين محمد، كابتن نادي كاظمة والمنتخب الوطني للغلاف مجلة الرياضي. نعم. طبعاً صورة الغلاف. حسين محمد الظهير الأيمن العملاق في منتخبنا الأهلي لكرة القدم، واحد نجوم الكويت في دورة الخليج الرابعة، وصانع أهدافها، اشترك في بطولة كأس آسيا، والإصابة التي لحقت به أثناء مباراة الكويت والعراق منعته من الاشتراك في المباراة النهائية اللي كنا بأشد الحاجة إليه. تمنياتنا له بالشفاء العاجل. حقيقة يعني في كذلك كلمة العدد، مع عودة مسابقة الدوري المشترك ينشط الموسم الكروي، تشتعل المنافسة بين الفرق باختلاف درجاتها طبعا، ويجد كل لاعب يعني يجد كل لاعب فرصته، واكتشف الإداريون والمدربون المواهب المدفونة في أنديتهم كشافة. كل ما نرجوه من اتحاد كرة القدم الذي قرر إعادة هذه المسابقة أن يضفي عليها شيئا من الجدية، وأن يفرض على جميع الأندية الاشتراك بها، وأن يزيد يعني الحوافز المادية والأدبية للفائزين والمشتركين، حتى يعني ما يصيبها يصيب مسابقة الدوري الفتور اللي أصابها من قبل، فينصرف عنها جمهور المشجعين ويلعب فيها لاعبين مرغمين أو يعني كارهين. هذا الدوري ها؟ إيه؟ سنة 76، ويضطر الاتحاد إلى إلغائها مرة أخرى. يعني هذه يعني حقيقة كلمة العدد. هني صورة لحسين محمد. طبعا موسم 76 نادي الكويت استطاع ان يحصد جميع الالقاب. نعم. دوري كاس دوري ودوري مشترك الثلاثيه. نعم. حققها نادي الكويت في موسم 76. حقيقه صور من الماضي كذلك، يعني عودتنا مجله الرياضي على يعني نشر صور نادره ابو فهد، فنشر صورتين يعني في اول صفحه من المجله. الصوره الاولى لفريق كره القدم بالمدرسه المباركيه، صورة تاريخها 18/11/1952. الله، 52 صورة مباركة. نادرة جدا. أيوة. هذه والمعروف أن المدرسة المباركية أبو فهد هي أول مدرسة نظامية في الكويت. صحيح. تأسست في زمن الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت السابع في ديسمبر عام 1911. والصورة الثانية لا تقل ندرة عنها، هي فريق كرة القدم بنادي العروبة اللي أصبح نادي العربي. نادي العربي. هذه الصورة طبعا بالخمسينيات، لأن نادي العروبة طبعا من الأندية اللي يعني تأسس في فترة الخمسينيات، هذه الفترة خمسينيات القرن الماضي اللي كانت يعني زاخرة. هاي الصورتين اللي فوق المباركية واللي تحت صورة نادي العروبة. طبعا فترة الخمسينيات كانت زاخرة يعني بتأسيس، أو كانت يعني هناك كثير من الأندية تأسس. شوف التوثيق، التوثيق حتى بالتاريخ حاطينها. نعم. 18/11/52 هي صورة مدرسة المباركية وصورة فريق العروبة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نرجع نكمل بقية حلقتنا مع ضيفنا فهد العبد الجليل. فاصل وراجع لكم. أعزائي
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة حلقتنا مع أستاذ فهد العبد الجليل بوغازي. إحنا كنا قبل الفاصل نتكلم عن صورتين نادرتين لمدرسة المباركية وفريق العروبة اللي فيما بعد أصبح فريق النادي العربي. نعم طبعا، يعني يمكن أنا جاتني ملاحظة أبو فهد أنه يعني يجب أن كذلك ما نركز على لعبة كرة القدم، ركز على الألعاب الأخرى واستجابة يعني لطلب. طبعا التركيز مو من المحتوى. نعم. المجلة. لكن أنا الحقيقة يعني قاعد تبحث عن شيء، طبعا لقيت يعني هذا اللقاء نجوم الملاعب لقاء مع إبراهيم خلف. هذا اللقاء إبراهيم خلف، يعني أنا بتكلم عنه، بتكلم يعني عن نبذة هذا اللقاء. طبعا نجم نادي كاظم المنتخب الأهلي لألعاب القوة إبراهيم خلف، وهو ضمن مجموعة التي ستمثل الكويت في دورة الألعاب الأولمبية بمونتريال. والجدير بالذكر أن النجم اليوم بدأ حياته الرياضية كلاعب كرة قدم بفرق النادي، حتى أنه عندما هجر الكرة كان لاعبا فريق الأول نادي كاظم. وليك يعني هذه المقابلة، اسم بالكامل إبراهيم خلف الربيعة، العمر 21 سنة، يدرس مدرسة كيفان، طالب الثانوية العامة. طبعا بدأ يزاول الرياضة كلاعب كرة القدم بنادي كاظمة بموسم 70 لمدة عامين في فرق الناشئين، 71 مثل الفريق الأول في مباريات الدوري والكاس كرة القدم. وفي نهاية الموسم يعني اتجه إلى مزاولة ألعاب القوة بعد أن شافونا فيه هذه يعني المهارات، ومثل فريق الناشئين والعمومي وأحرز المركز الأول للناشئين في سباق 100 متر زمن 10.8 ثواني. وفي الموسم الثاني اخترت لمعسكر منتخب المدارس، اختاروه في يوغوسلافيا، وفي صيف 73 مثل منتخب المدارس في بيروت ضمن سباقات تتابع 4x100 و4x400، وأحرز المركز الثاني في السباقين. طبعا في يعني في نجوم ايضا نفتخر فيهم في مجال الالعاب القوه، نتكلم عن كابتننا او الكابتن ابراهيم خلف. نعم. اللي نتكلم عنه، وايضا طبعاً خالد خليفه وعلي حسين. طبعاً. ونتكلم عن نجم مطلق، ونتكلم ايضا عن الكابتن اللي هو مال رمي الجله او دفع الجله، الكابتن محمد زنكوي. طبعا هنا ايش يقول خمسه اوسمه رياضيه لمن تهديها؟ قال يوسف شاهين، رئيس نادي الكاظمة، خالد الصانع، نائب رئيس نادي الكاظمة، أحمد السعدون أيضا نادي الكاظمة، جاسم العيسى نادي رئيس نادي العربي خيطان. وطبعا جاسم العيسى والد الباحث خليل العيسى. والد الباحث خليل العيسى اللي مهتم بالتوثيق، ونمسي عليه بالخير. وشهيد فهد الشيخ، عفوا الشيخ الشهيد فهد الأحمد. طبعا رحمة الله عليه، صراحة أسماء بارزة بالرياضة. تتكلم عن الشهيد فهد الأحمد، تتكلم عن رحمة الله عليه العم جاسم العيسى، اللي يعتبر إحنا من سكان منطقة خيطان ومحبين نادي خيطان، من 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 الشخصيات المحبوبة، الأب الروحي لنا. وأيضا نتكلم عن أحمد السعدون، وتتكلم عن الصانع، وأيضا يوسف الشاهين. نعم. طبعا مع الخبر الجميل هذا، يعني أنا ودي أختم مع هالخبر. يعني في بريد الغراء حقيقة، يعني آخر شيء يعني هذه يمكن تحت مع بريد الغراء عبد الله معيوف. طبعا حضرة السيد رئيس تحرير مجلة الرياضي، أرجو التكرم معك بالجواب على ما هي الحالة الاجتماعية للاعب عبد الله معيوف، وأين يعمل، كما أرجو نشر صورته، مع جزيل الشكر. وحط صورته وحط لا أحد المتابعين. يعني طبعا وفواز له محبين. نصل الآن إلى تجوري، ايش عندك التجوري؟ عندنا طال عمرك حقيقة يعني مباريات منتخب الكويت، يعني وليس فقط يعني مشجعين كانوا من الرجال، ولكن هناك نساء، العنصر النسائي، سيدات وفتيات وعوائل. هذه جمهور ناعم في إحدى لقاءات المنتخب الوطني. هذه الصورة أعتقد أنها مو بالكويت، وأنا متأكد 100%. هذه الصورة مو بالكويت، ما أدري يعني هي بطولة، لكن الصورة مو موجودة. يعني مو يمكن هذا جمهور سيدات الكويت حاضرين إحدى لقاءات منتخب خارج الكويت. خارج الكويت. لأن رافعين علم الكويت. إيه علم الكويت، إحدى لقاءات المنتخب الوطني، ومع الصورة الجميلة هذه. أنا أشوف لابسين، صحيح كلامك فهد، يعني لابسين يعني الرجال يعني مو دشاديش.
مع الصورة الجميلة هذه نصل أعزائي المشاهدين لنهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. فمع الله.